سلام المسيح ليكم أحبائي في الحلقة الخامسة من حلقات دروس نحو العبرية الكتابية. في الحلقة دي هنناقش مع بعض الدرس الثالث، والدرس الثالث دوت هيركز على الحركات غير الكاملة. في الدروس اللي قبل كده تناولنا مع بعض الحركات الكاملة، في الدرس دوت هنتكلم عن علامات تشكيل تعرف باسم علامات التشكيل أو الحركات غير الكاملة. حركات غير الكاملة تنقسم إلى ثلاث حركات رئيسية: الشفال بسيطة، ثانيا الشفال مركبة، ثالثا البتح المختلسة أو المسروقة. ونطلق على الحركات غير الكاملة اللي فيكم بيرجع لمراجع انجليزي عشان مصطلحات مهمة semi vowels أو بنسميها half vowels. خلينا نناقش بقى بعد ما عرفنا مكونات الدرس الرئيسية حركة حركة من هذه الحركات غير الكاملة. أولا الشفال بسيطة اسمها simple cheval. إيه معنى الشفال؟ الشفال دي كلمة مش عربي، دي حروف عربية لكلمة عبرية مكونة من شين وفاف وأليف على ما أعتقد، أو هي شين فاف أليف. ما معنى الشفاء؟ الشفاء معناها بالعربي بقى سكون. كلمة شفاء تعني سكون، وليها نوعين: سكون بسيط ساكن. غريبة الحتة دي، يعني السكون يبقى سكون بحق، يعني بالعامية السكون يكون سكونا حقيقيا. وفي شفاء بسيطة متحركة، يعني يكاد السكون ده يقارب حركة السجول اللي هو الكسر الممال القصير، بس عشان هو حركة غير كاملة عايزة واحد بتاع تجويد، هو في الواقع حركة نص حركة، فبيشبه إلى حد ما حركة الكسر الممال القصير اللي هي حركة السجول، فعشان كده بنسميها شفاء بسيطة متحركة. فيبقى دي أنواع الإيه الشفاء. طب إيه شكل الشفاء البسيطة الساكنة وشكل الشفاء البسيطة المتحركة؟ شكلهم واحد، نقطتين فوق بعض. سامع حد من اللي بيتفرج على الفيديو بيقول أميز بينهم إزاي؟ هما الاثنين نقطتين فوق بعض، يعني دي ممكن تبقى سكون حقيقي تام وممكن تبقى شفاء متحركة، ودي نفس الحكاية. يبقى السؤال اللي بيطرح نفسه: متى تكون الشفاء شفاء بجد ومتى تكون الشفاء شفاء متحركة؟ يبقى ايه اللي هنعمله في الكام دقيقة اللي جايين؟ هنميز ما بين الشفاء البسيطة الساكنة والشفاء البسيطة المتحركة. أنا واثق إن أنتوا صحيين معايا. الشفاء البسيطة الساكنة دائما يحملها حرف يقع آخر اللفظة العبرية، وإيه كمان؟ ويحملها حرف يأتي بعد أي حركة كاملة قصيرة. طبعا الكلام ممكن يبقى معقد، ما يفكوش غير الأمثلة. العمود الأول بيتكلم عن القاعدة الأولى، يحملها حرف يقع آخر اللفظة. لو سمحت بص على الثلاث مفردات في العمود الأول، الحرف الأخير في نقطتين، يبقى دي على طول شفاء ساكنة. هنطق لحضرتك: برخ، أت، قشط. برخ ركبة، أت أنتي، قشط الترجمة قسط، قسط الحق. جت في أمثال بس مش فاكر النص بالظبط، ليها علاقة بالبر بالعدل بالحق، قشط. بس في قشط سامع حد بيقول لي ايه ده في قشط في حاجة، ده في حرفين والاتنين تحتهم شفاء. اذا جم حرفين في اخر اللفظة والاتنين تحتهم شفاء بيحصل لهم نوع من الادماغ
والاثنين يبقوا ايه؟ ساكنين مع بعض. كشت كان عندي حرف اسمه شط، يبقى برخ ات قشت. طيب يبقى يحملها حرف اخر لفظه. قاعده 2 بتقول ايه عن الشفال بسيطه الساكنه؟ يحملها حرف ياتي بعد اي حركه كامله قصيره. تعال نشوف الحروف اللي فيها شفاه بسيطه ساكنه. زين بعد ميم شايله حريق، ودي حركه كامله قصيره. صادي شايله شفا وبعد حركه القمص، بس القمص ده قمص حطوف. هتقول لي طب انا كنت بقول ان القمص حطوف حطوف لانه بعد منه حرف ساكن. انت هنا بتقول لي اعرف السكون لان قبل منه حركه قصيره. ايش عرفك؟ هقول بقى قاعده ثانيه وامري لله. الكلمة بتتقطع في اللغة العبرية لحاجة اسمها مقاطع، والمقطع بيشيل حاجة اسمها نبرة، والنبرة ليها علامات تانية موجودة في الطبعة العبرية أنا مش هدرسها لك دلوقتي. الحرف اللي بيشيل قمص حطوف لابد أن يكون مقطع غير منبر، يعني ما لهوش علامة من علامات التنبير. معلش أنا واثق إنك متضايق وعندك ستريس، انا زودت عليك، بس خليك فاكر الخبر الحلو اللي قلت لك في حلقه قبل كده. انا قلت لك ان عدد الكلمات اللي بتشيل قمص حطوف بيتعدوا على صوابع، فمعلش سامحني ده سكون بعد حركه كامله قصيره. طيب حريق يبقى ده سكون. عايزك تحفظ الجمله دي، الشفال بسيطه ساكنه ساكنه. هنعمل نفسينا مش بنعرف ننطق. الشفال البسيطة الساكنة تأتي بعد حركة قصيرة، صاد وصاد يعني، ساكنة يبقى سبقها حركة قصيرة. أقول تاني، ساكنة يعني سبقها حركة قصيرة. هنطق كلمات: مزرح مشرق، عصمة قدرة، من جزر عصم، عين صاد ميم، بريا طعام. يبقى الحرف الثاني ساكن. متى تأتي الشفال بسيطة متحركة؟ في أربع قواعد. بص مع بعض، يحملها حرف يقع آخر اللفظة. سامع حد بيقول لي غلط، لو آخر اللفظة تبقى ساكنة، لازم يقع فين؟ أول اللفظة. يحملها حرف يأتي بعد حركة قصيرة، لا لو قصيره تبقى ساكنه، هنا بقى ايه؟ طويله تبقى متحركه. فخلي بالك، متحركه تبقى بعد حركه طويله. يحملها حرف مكرر بعد حركه قصيره، دي صعبه شويه، الامثله هتفكها. يحملها حرف وسط اللفظه بعد شفاه ساكن. فانا عندي الامثله الاربعه بتناظر القواعد الاربعه دول. امتى الشفاه تبقى شفاه بسيطه متحركه؟ اول قاعده بتقول يحملها حرف يقع اول اللفظ، فالمثال بتاعنا اللي موجود عندنا بيريت، يبقى البيت تحمل شفاه متحركه لان الحرف البيت يقع في اول اللفظ. والكلمه دي ترجمت عهد في الترجمه الفان دايك بتاعتنا او ميثاق. مثال 2 بيقول ايه؟ نشوف القاعدة 2 كده بسرعة. يحملها حرف يأتي بعد أي حركة طويلة. طيب بصوا على الحرف ده كده، ممكن واحد يقول لي ده حرف السين، هقول له برافو، السين بيبقى عليها نقطة ناحية الشمال. طب تقدر تقول لي النقطة اللي ناحية اليمين دي نحسبها ايه؟ ينفع تبقى حلم؟ احنا اتفقنا ان الحلم هو اللي نقطة ناحية الايه؟ الشمال. يبقى دي مش سين، دي عبارة عن ايه؟ دي شين وتحط عليها نقطة ناحية اليسار، يبقى النقطة دي نقطة ايه؟ حولم، يبقى شو. الفيه تحتيها نقطتين، يبقى الشفا جاي بعد حركة طويلة تبقى متحركة. طبعا هي هاف فاول يا عود سابونا، هاف فاول يا احبائي، يعني دي هاف فاول، نص حركة، ساعات ما بتنطقش. شوف تيم، وفي ناس يعني ينطق ببطء، شوف تيم،
يعني لو هيبطأ أو هيلحن هيرنم ممكن تظهر الايه الحركة. شوفتيم مفرد بتاعها شوفيت بمعنى قاض، وجمعها شوفتيم قضاء. نشوف القاعدة التانية التالتة بتقول ايه؟ يحملها حرف مكرر بعد حركة قصيرة. تعال نشوف مع بعض. هنا في حرف مكرر اهو اللامت. الحرف الاول شفاء. طب انا اديت حضراتكم ان شفاء بعد حركة قصيرة ساكنة، حتى وانا نعلمها قصيرة وساكنة. هنا القاعدة بتنكسر، لان الحرف جه مقرر في الحالة دي ما بتبقاش ساكنة، امال بتبقى ايه؟ بتبقى متحركة. فلما من فضلك لما تسمع النص بالذات في مزامير الهللويات من 100 وانت طالع او 145 بالذات اخر 5-6 مزامير في كلمة هللويا كتيرة. هاليلو هاليلو، هتلاقي دي شفاء ايه؟ متحركة، اتكسرت القاعدة بسبب تكرار الايه؟ الحرف. طيب اخر قاعدة، امتى الشفاء تبقى متحركة؟ اذا جه حرفين في نص اللفظة والاتنين شايلين شفاء بسيطة اوتوماتيك الاولى ساكنة التانية متحركة. تعالى نقرا مع بعض الكلمة الاخيرة. في ميم زين بيت حيط طاف. ميم بحريق مي. شفاء بعد حركة قصيرة يبقى ساكنة، يبقى مز، يبقى كأن السكون ده قفل المقطع، المقطع الأولاني في الكلمة مز حركته حريق، والمقطع لابد أن يحمل حركة كاملة واحدة. طيب البيت كأنها بتبدأ نص مقطع جديد، مز بي حوت، مز بي حوت، يبقى الأولى ساكنة التانية متحركة. يبقى إذا جيك كلمة فيها اتنين شفاء، سوري فيها حرفين فيهم اتنين شفاء ورا بعض، يبقى الأولى ساكنة والتانية متحركة. طب سؤال، لو جه كلمة فيها حرفين بس آخر حرفين وتحتهم اتنين شفاء، الاتنين دول يبقى ايه؟ شفاء، سمع حد بيقول شفاء ساكنة. ما تنساش كلمة كوشت، وعندك في الكتاب أمثلة كتيرة على الشفاء الساكنة. راجع الفيديو عشان تقدر تميز ما بين الشفاء الساكنة والشفاء المتحركة. بس في ملاحظة يمكن أنا قلتها أثناء كلامي، أن الشفاء البسيطة الساكنة والمتحركة مقسم للمقاطع، عشان كده بيسموهم بالإنجليزي syllable divider، يعني هما كأنهم زي ماركر كده عندهم، اقول المقطع يقف هنا او هبتدي من جديد. فدي حطها ايه؟ زي حلقه في ودانك، علشان في درس برضو هناخده مقاطع الكلمه العبريه. طيب نكمل مع بعض الحركات غير الكامله. ثانيا، الشفاء المركبه من الحركات غير الكامله، يبقى اول جزء في درسنا النهارده الشفاء البسيطه بنوعيها، الشفاء البسيطه بنوعيها الساكنة والمتحركة. ثانيا الشفاء ايه؟ المركبة. مما تتكون الشفاء المركبة؟ زي ما انت شايف على الشاشة كده، تتألف من شفاء بسيطة مع حركة كاملة قصيرة من الحركات الثلاثة الرئيسية. ممكن واحد يشيل تتألف وقول تندمج، ماشي، يعني انا هاخد شفاء بسيطة وهاخد الحركة القصيرة في الحركات التلاتة الكاملة الرأسية، يعني هاخد القصيرة في الفتح، وهاخد القصيرة في الكسر، وهاخد القصيرة في الايه؟ في الضم. ايه القصيرة في الفتح؟ سميناها ايه؟ بتح. ايه القصيرة في الكسر؟ سجول. ايه القصيرة في الضم؟ قمص حطوف. هحط الاتنين جنب بعض واكتبهم جنب بعض، هنشوف امثله دلوقتي لشكل الشفاء المركبه. طب الجماعه العبرانيين بينطقوا انصاف الحركات دول ايه؟
لما الشفاه بتيجي مع بتح بتبقى اسمها حطف بتح، بينطقوها بتح. لما الشفاه بتيجي مع سجول بينطقوها حطف سجول وبينطقوها سجول. لما الشفاه بتيجي مع قمص حطوف بيسموها حطف قمص وبينطقوها ضمه مماله قصيره. طب شكلها ايه وسببها ايه؟ ليه اخترعوا الحركات دي؟ الجماعه دول يعني اذكياء جدا المصريين دول، وساعات بحس انهم اغبياء، لاني لما اقعد من القرن السابع للقرن العاشر اظبط في علامات التشكيل ده زمن طويل جدا. بس ممكن اقول ان هم اذكياء ان هم ابتكروا العلامات في زمن قصير، ولكن بقيت شغلهم كان عملية حصر وتعداد لدرجة ان هم عدوا كل كلمة في الكتاب وحصروا كل لفظة وكل حرف، ويقدر يقول لك نص التوراة فين بالظبط وفيها كم حرف لغاية هنا. فربما القرون العديدة دي انفقوها في ايه؟ في ان هم احصوا كلمة الله بالايه؟ بالحرف الواحد. طيب ابتكروا العلامات دي ليه؟ لان عندنا خمس حروف اسمهم الحروف الحلقية. حد فاكر حروف حارة عين؟ يمكن في الحلقة الاولى او التانية. حارة عين دي حروف بتطلع من الحلقة او الحنجرة. هذه الحروف لا تقبل الشفاه البسيطة المتحركة وتميل الى حركات فتح او ضم او كسر، فاخترعوا الانصاف الحركات دي من اجل الحروف الحلقية ايه فقط في بعض المفردات، في بعض الايه المفردات. يعني ممكن حرف حلقي زي الحيط شايل بتح في امان الله، بس لسبب ما المفروض ما تبقاش الحيط دي شايلة حركة كاملة، تبقى نص حركة. فبدل ما تبقى فاتحة كاملة تبقى حطف بتح نص حركة. او شايلة ضمة بس المفروض لسبب ما تتأثر الضمة دي، بدل ما تبقى حولا مثلا تبقى قمص حطوف فيروح ضربها بحطف قمص. بدل ما تبقى يعني هي تحتها صريم كسر ممال طويل، لا المفروض الكسر ده هيتأثر لان هضيف حاجة على الكلمة، فهي مش قابلة الشفاه المتحركة فيروحوا ضيف لها ايه حطف سجول. فتم ابتكار هذه الحركات من اجل حروف الحلق المعروفة باسم حارة عين. طب تعال نشوف امثلة بقى، عايز اشوف امثلة شكل الحركة مع امثلة. هذه الحطف بتح يا سيدي، اندماج شفاه بسيطة مع بتح يساوي بتح على طول بس نص حركة. حطف سيجول اندماج شفاه بسيطة مع سيجول. حطف قمص اندماج شفاه بسيطة مع قمص حطوف يعني ضمة ممالة قصيرة. طب عايز امثلة. عين دي عادي، عادي يعني حلي، حلي زينة، ده اسمها ايه حطف بتح تقريبا بتساوي البتح بس هي نص حركة. انا بقول ايه تقريبا. ها ايه نوش، ايه نوش حطف سجول تقريبا بيساوي السجول. انا نطقت بسرعة حلم فاف نوش. ها حولي حطف قمص، اوعى تنطقوا قمص مد بالالف ده ضمة، لان دي اندماج شفاه مع ضم ممال قصير اللي هو حطف قمص حطوف فتتنطق حو. حولي معناها مرض. بالشكل دوت نبقى خلصنا الشفاه المركبة وشكلها واسبابها وليه الجماعة المصريون ابتكروها. نخش على اخر جزئية في الدرس، البتح المختلسة او البتح المسروقة. بتح جنوفا، جنوفا ايه حكاية البتح المسروقة؟ في كلمات في العبري بتنتهي بحرف العين والحيط والهي،
بس بيجي قبل الحروف دي كسر طويل. فالكلمة دي أنا عايزك تتخيل اللحظة إن مفيش بتة هنا. ونيجي ننطق كلمة، أول كلمة الدالت شايلة سرين، عايز حد ينطقها. سامع ناس بتقول دالت سري سي، يبقى السري زي الايه دي. اقول له انا مش سامع العين. لما بتقول دي في واحد مخارج الصوت عنده لفظه واضحه، اسف مخارج الصوت عنده واضحه، فالعين تطلع عين كده بالفم المليان دي. في واحد لما يجي ينطق يقول دي، العين مش قادر يطلعها. فجماعة العبرانيين المصريون لاحظوا ده، قال لك انا عايز اطلع العين دي، عايز ابرز النطق بتاع العين دي، فاضافوا بتح ما بين الكسر الطويل والحرف الحلقي. فالبتح ده ساعد في اظهار نطق الحرف الحلقي، فنطقوا الكلمة ايه دي يع. تفكرني بكلمة صعيدي لع، لما الصعيدي يحب يقول لا يعني، ها دي يع. هو زود حركة، هي الكلمة كانت من مقطع واحد بحركة واحدة دي. لماذا زود حركة غير كاملة؟ لإظهار نطق الحرف الحلقي بعد الكسر الطويل، وبالذات الحروف حيط وهي وعين. لو سمحت هنشيل البتح ثواني. تخيل ان احنا شلناها، الكلمة دي كلمة مسيح، مشيح. واحد عنده الحيط بتطلع واضحة، مخارج الصوت عنده كلها واضحة. في واحد مش واضحة، مشيح، معمول الوقت الحيط مش ايه، فهي يدخل بتة مختلسة ما بين الكسر الطويل اللي هو هنا في الكلمة مشيح حريق يود، وبد يدخل بتة بين حريق اليود الكسر الطويل والحرف الحلقي، فتنطق ايه مشيح، اللي هي ترجمة مسيح. يبقى ما توقعش ان مسيح هتبقى مشيح، لكن هتبقى ايه مشيح، يعني تكتب الياء وعليها ضمة وشدة، اسف، وفوق الشدة ايه فتحة، شدة مفتوحة. ركيع، وصلت الفكرة؟ يبقى حط بتح مسروقة ما بين الكسر والايه الحرف الحلقي لإظهار نطق الحرف الحلقي ركيع. خلاص. طيب فين تاني بتظهر البتح المختلسة؟ بعد الضم الطويل، ثلاث كلمات يعني ما بين ضم طويل وحرف حلقي. تخيل ان البتح غير موجودة، عايز حد ينطق ريش بالشورق وحرف ساكن حيط، اسمها ايه روح. اما انا بقول شورق يبقى شورق ضم صريح طويل، يبقى روح، مع مرور الوقت الحيط مش باينه، فيحط بتح ما بين الحيط والضم الطويل، فتنطق ايه احبه روح. جفوه، لوا، روح. وعلى فكره روح معناها روح او ريح، وبتعمل مشكله في التفسير، وساعات بتيجي في سياقات نصية أبقى محتار يا ترى روح الرب ولا الريح. جفوة، ها لوة. بالشكل ده أحبائي أكون خلصت مع حضراتكم الحلقة الخامسة والدرس الثالث الحركات غير الكاملة. لو سمعت الحلقة واستمعت مواقع وقعدت تتنطط من غير ما تذاكر مفردات الدرس، من غير ما تحل التمارين، مش هتجيب نتيجة. إذا كنت عايز توصل للإتقان في دراسة النصوص العبرية الكتابية، لابد أنك تحل مفردات الدرس وتبذل مجهود. وإلى اللقاء، أشوفك في حلقة جديدة مع دروس نحو العبرية الكتابية.